السلام عليكم يا صباح الفل، اهلا بيكم في حلقة جديدة مع أسامة واحداث كتير كتير جدا وتغطية اعلامية نموذجية، والنادي الاهلي قدر يحط الجميع في حجمه الطبيعي، والمؤتمر اللي كان يبدو ان هو ملوش اهمية كبيرة اصبح له اهمية كبيرة جدا لدرجة ان الجميع تحدث. وهنا لازم نقول نقطة مهمة جدا استفدناها من مؤتمر الامس، الا وهي ثقل مسؤول النادي الاهلي وتحديدا رئيس النادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب وتوضيح الصورة للرأي العام. يمكن مع كامل احترامنا جميعا لزملائنا بما فيهم انا في قناة النادي الاهلي بالمتحدث الرسمي باسم النادي الاهلي، احيانا بنتكلم في النقط دي كتير جدا جدا، بيعملوا نفسهم مش واخدين بالهم بيتجاهلوها، لكن لما يطلع مؤتمر بالشكل ده ويطلع رئيس النادي بالشكل ده ويوضح الحقائق بالشكل ده الكل بيقف وبيعرف حجمه الطبيعي. اللي كان ما بيردش على النادي الاهلي وبيردش على الكابتن محمود الخطيب في الاتصالات، واللي كان ما بيساعدش النادي الاهلي في انه يطلع مخاطبات رسمية لمدة 4 ايام لدرجة ان في وزير اسبق وهو الاستاذ العمري فاروق يروح عشان يجيب الخطابات دي او يتواصل مع المدير التنفيذي، والدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي يروح للمدير التنفيذي للاتحاد وما يرجعوش بالورق، فنضطر نتكلم سيادة الوزير عشان يضغط عشان الورق يجي لنا. كلهم الان بيجروا على القنوات الفضائية يعملوا اتصالات يغسلوا ايديهم، فدي نقطة مهمة جدا. هل ده معناه ان احنا طول الوقت الكابتن محمود الخطيب هيعقد مؤتمر ويطلع يتكلم؟ لا، لكن معناه ان المكاشفة تبقى واحدة 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 واحدة، مش بيان مش بيان مكتوب وهيعدي، لان الفترة الاخيرة بيانات كتير افقدت قوة البيانات. لا، احنا شفنا المرة دي تجربة هزت الجميع، هزت كل المسؤولين بمن فيهم هاني ابو ريدة اللي انا تحديدا يعني عانيت من 2018 وانا بتكلم وقلت وتحديت الجميع اللي عنده حاجة بتثبت ان هاني ابو ريدة داعم للنادي الاهلي يقول لنا حتى لو من جوه النادي الاهلي. قلت الكلام ده، القناة دي تشهد على ذلك سنوات ورا سنوات ورا سنوات. الحالة اللي انت بتشوفها دلوقتي من غضب الاعلاميين انا سردتها كتير جدا، الامور اللي الناس دلوقتي بتتفاجئ بيها دلوقتي وبتقول ازاي دول مش بيعرفوا يديروا انا اتكلمت فيها كتير جدا، ولكن لابد من الاستفادة. انت النهاردة اتحاد الكرة ده اذا كمل بعد اللي بيحصل ده، اي اتحاد كرة جاي بعده لازم يكون موقف النادي الاهلي معلن. افضح اكشف الناس دي، لان الناس دي فعلا والله امام القامات اللي موجودة في مجلس ادارة النادي الاهلي اقل بكتير جدا من انها تدير مركز شباب. اتكلمت وقلت تصريحات مضحكة وتصريحات جمال علام تثير الضحك، وقلت ده احنا اختلفنا مع هاني ابو ريدة وبرغم الاختلاف بيطلع تصريح، قلت الزملكاوية اختلفوا مع الكابتن احمد شوبير بس بيطلع التصريح. لكن بجد انا لغاية امبارح في حلقة الاهلي خط احمر وانا بتكلم عن رئيس اتحاد كرة القدم الاستاذ جمال علام وانا بقول تصريحاته بتثير الضحك، بالامس المداخلة اللي عملها مع الاستاذ احمد موسى تصريحاته بتثير الشفقة، تستدعي الشفقة، قاعدين بيرموا القنبلة على بعض. لكن انا هقف الاول عند هاني ابو ريدة، الراجل عضو المكتب التنفيذي اللي مكمل لغايه 2025، الراجل القوي في القاره الافريقيه، ولازم تعرف ان المهندس هاني ابو ريدة رجل قوي وله ثقله، وعشان كده لما كنا بنتكلم وبنضغط بنضغط على حد له ثقله يقدر يحافظ على حقوقك. طلع اتكلم امبارح وطلع بيان ورد، ليه رد؟ ليه طلع بيان؟ ليه ما اعلام النادي الاهلي كتير بيتكلم؟ بس كان اعلام النادي الاهلي كتير بيتكلم وتلاقيه موجود في معسكر الدوحة وانت في كأس العالم للاندية، تلاقيه موجود في احتفال العشرة ويطلع يقولك انا ما كنتش متوقع ان انا هطلع اقول كلمة، تلاقيه موجود في حفل الافطار اللي هي العلاقات الطبيعية اللي هي بروتوكول
بروتوكول للنادي الاهلي، والنادي الاهلي مؤسسه، فبالتالي كان بيشوف الحاجات دي فبيدي رسائل اطمئنان، لا ده انا مع النادي الاهلي، لكن الحقيقه ما كانش مع النادي الاهلي. فلما يطلع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي يوجه له رساله ويقول له مصر فوق الجميع، والنادي الاهلي لم ولن يطلب الا موقف او العداله، يطلع هاني ابو ريده مع كامل احترامنا طبعا للمهندس هاني ابو ريده ويتكلم في بيان عن مساهماته في تنظيم مصر الامم افريقيا وامم افريقيا للشباب وامم وامم وبطولات مصريه كتير جدا، ثم يجي يتكلم عن الانديه ويقول كل نادي كان له حق مشروع انا دعمت حقه المشروع. لا لا لا، حضرتك لما دعمت موقف الزمالك برفع الايقاف عن رئيس النادي ما كانش حق مشروع. حضرتك لما رجعت الاسماعيلي من البطوله في حين ان انديه جزائريه في 2016 خرجت لنفس السبب ما رجعتش، ده ما كانش حق مشروع، ده كان دعم، كان مسانده، كان زياده، كان مجامله. لكن لما جاء النادي الاهلي في 2018 وكان في موقف بيتهان فيه مدير فني للنادي الاهلي وبيتقال من رئيس الاتحاد ان المدير فني متواطئ، حضرتك ما عملتناش حاجة. لما وديع الجريء في انتخابات الجامعة التونسية الاتحاد التونسي لكرة القدم يعني، وهو بيتخانق مع طارق بشماوي وبيقول انا اللي وقفت وليد ازارو والاتحاد الافريقي في مصر، ما جبتلناش حقنا، ما جبتش حقنا، ما دعمتش موقف النادي الاهلي. وليد ازارو اللي توقف ماتشين بس، عشان اللائحه تقول لك لو توقف اكتر من كده تعمل تظلم في هيلعب المباراه. وليد ازارو اللي المفترض عشان كان يتوقف كان الموضوع ياخد له من 10 ل 15 يوم على مراجعه الماده الفيلمية والتاكد منها وتحويل اللاعب للتحقيق. الكلام ده ما حصلش. وديع الجريء قال خلاص اوقف وليد ازارو. وديع الجريء قال افرج عن المدرجات اللي كان محظوره من قبل الكاف. فانت كنت فين يا باشمهندس هاني؟ لا انت ما ساعدتش النادي الاهلي لا في حق مشروع ولا حق غير مشروع، والنادي الاهلي ما طلبش منك الحق غير المشروع. لكن طلع اتكلم ليه المهندس هاني ابو ريده؟ وليه لما اتحط في قفص الاتهام؟ لان اتحط من رئيس النادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب. اتقال بقى خلي مصر فوق الجميع، اتقال بقى هي دي المسانده اللي بتتقدم للنادي الاهلي، لا تساندنا في 2018 في ازمتنا مع الترجي، ولا تساندنا في 2022 في ازمتنا مع الكاف في كاس العالم للانديه، وتقال لنا ليس كل ما يعرف يقال. عشان كده طلع الاستاذ المهندس هاني ابو ريده طلع بيان، وبرضه يكمل على البيان ان هو هيطلع في مداخله. طبعا اسهل شيء ممكن تتوقعه لو قلت لك اختار كده من الاعلاميين المهندس هاني ابو ريده لو عايز يطلع مع حد يقول الكلام بتاعه اللي في البيان بشكل مختلف بشكل مرئي، هيطلع مع مين؟ ما تفكرش 3 ثواني، هيطلع مع سيف زاهي. ليه؟ لان القصه كلها مش هيبقى فيه شد وجذب، مش هيبقى فيه ضغط، مش هيبقى فيه اسئله، لا. اتفضل قول لنا ايه رايك في موقف النادي الاهلي واللي اتكلم عنه النادي الاهلي. فطلع للامانه قال لك موقف النادي الاهلي قوي 100%، المسؤوليه مسؤوليه الاتحاد مش مسؤوليه النادي الاهلي، وقال ان انا حاولت ورفضت ان المباراه تكون واحده في النهاية من بداية تنظيم البطولة أو من بداية اتخاذ القرار، ولكن قال في أي بلد من البلدان؟ لا، في يوليو 2019 اتقال من أجل مبدأ تكافؤ الفرص ملعب محايد، بس ما علينا بالقصة دي. وقال إن هو حاول يحولها لذهاب وعودة، وقال إن هو استشهد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر أفريقي ما كانش بيحضرها جماهير، وفيما هو قادم بندرس فكرة الذهاب والعودة. ده كان مهم جدا وبيدينا رسالة للقوة اللي عندنا يا كابتن محمود، لازم نستغلها ولازم نضغط على الناس، مش بيانات أرجوك، لازم يكون المتحدث الرسمي لدور ومعاه المستندات الرسمية، وكل زي ما حضرتك بتطالب اللجنة الأولمبية بالمتابعة على الاتحادات اللي بتضمن تبادل المعلومات وتبادل الوثائق وان يكون الامر احترافي، برضو بنطلب ان لو في اي تقصير حصل مع النادي الاهلي او اي اهمال يكون الامر معلن بقوة وعلى كل القنوات الفضائية مع اي اتحاد، سواء الاتحاد ده او الاتحاد القادم. الاتحاد ده اللي ما تعرفش الباشمهندس هاني ابو ريده بيقول عيب لما تطلع تصريحات من رئيس الاتحاد بهذا الشكل ان النادي هو المسؤول، والقصة بتاعت الخطاب كنت تطلع اقول ان انتوا غلطانين من الاول. فيطلع الاستاذ جمال علام اللي تصريحاته اصبحت مثيرة للشفقة مع الاستاذ
احمد موسى في ساعة وما يزيد يتكلم في كمية تناقضات غير طبيعية. مبدئيا عن النادي الاهلي، يبدأ المداخلة ان النادي الاهلي ليه ما طلبش ان هو ينظم البطولة، ليه النادي الاهلي لعب البطولة الماضية العشرة في المغرب. يا سيدي الفاضل، هو انت لغاية دلوقتي ما وصلكش الازمة فين؟ الازمة حضرتك ان الاهلي كان خلاص رجله في النهائي، والوداد رجله في النهائي، والكاف اختار المغرب. فحضرتك البطولة العشرة دي كان متحدد فيها المغرب من قبل دور الثمانية، او من قبل خلاص ظهور طرفي النهائي، فبالتالي هتقول الامر عادل جدا. النقطة الاهم يقولك وهو يعني كانت الاتحادات اتقدمت قبل كده. يا سيدي الفاضل، الاتحادات اتقدمت اول بطولة تقدم المغرب والكاميرون وتونس، ولما صعد للدور نصف النهائي اتنين من مصر واتنين من المغرب وحصلت كورونا، قال هنعمل لو اتنين من مصر تتلعب في القاهرة، لو اتنين من المغرب فريق المغرب تتلعب في المغرب، لو واحد من مصر واحد من المغرب هنعمل قرعة. طلعت القرعة من نصيب مصر لان مرتبطة بظروف الكورونا. فبالتالي فكرة طب اللي قبلك كان فاشل انت جاي تفشل، ده رقم واحد. رقم اتنين، لما المداخلة طولت شوية بدأ يتكلم عن فساد الكاف في ان هو يختار المغرب. انتوا جايين بتحاسبوا الاتحاد المصري، ما تحاسبوا الكاف. فيرد عليه احمد موسى يقول له حضرتك المسؤول، النادي الاهلي ده نادي مصري، حضرتك المفروض اللي تدافع عنه، مش هسيب حقه المره الجايه. هو ده كلام يا جماعه؟ بجد والله دي تصريحات؟ المره الجايه مش هسيب حقه. طب بالنسبه للخطاب، انا مش هتكلم، لو في حد مسؤول عندي اخطا المخطئ هيتحاسب. طب لو انت المخطئ هتحاسب. فيطلع ابراهيم فايق يفجر قضيه مختلفه تماما، يقول لك ان كان عايزين يعملوا اجتماع بتاريخ قديم عشان يبرئوا نفسهم. انا بصراحه ما اشترتش. ليه ما اشترتش؟ ايه الاجتماع اللي هيتعمل عشان يبرئوا نفسهم بتاريخ قديم؟ انت لازم الخطاب اللي يطلع عندك صادر ووارد. هتبعت لوزاره الشباب والرياضه، يبقى انت كمان عشان تعمل الاجتماع اللي بتاريخ قديم ده لازم تكون وزاره الشباب والرياضه انا اسف متواطئه معاك، وده مش هيحصل. ده الوزير طلع لجنه انها تحقق في الامر عشان الوزاره بدأت كان الكلام يروح اتهامات تجاهها من قبل اعلاميين ومن قبل جماهير، وده كان حقنا جدا واحنا بنخاطب الوزير اشرف صبحي، لكن طلع قال لا انا مش هقبل بالكلام ده وفي لجنه للتحقيق. الاستاذ جمال علام بيقول لك المسؤول هشيله. فيطلع وليد العطار يقول لك ما هو عشان انا محسوب على هاني ابو ريده في وجهه نظر جمال علام، فجمال علام عايز يشيلني. فاكرين لما قلت لكم طريقه الاخفاء وعصفور؟ عرفتوا عصفور قمر الدين؟ عرفتوه الراجل ابن العطار ده؟ عرفتوه؟ ادي القصه كلها، ده طلع عصافير كتير. طيب يسكت بقى الحاج احمد مجاهد؟ لا ما يسكتش. ليه ما يسكتش؟ لان الاستاذ جمال علام استدعاه وقال الاخ اللي كان بيتكلم قبلي عايزين يطلعوني ما بعرفش ادير عشان يرجعوا هم. ايه ده؟ هو ايه انا اسف والله، ايه الطابونه اللي احنا فيها دي؟ ايه ده؟ ايه العجن اللي احنا فيه ده؟ فيدخل الاستاذ احمد مجاهد على الاستاذ جمال علام، وتسمع تشابك اصوات ونص ساعه من تداخل الاصوات، وده بيرمي الاتهام على ده، وده بيقول له لا انت كنت المفروض تعمل، وده بيقول له لا انت عارف انا كويس في الاداره، انا جامد قوي، انا وقت الشده جديد. طب ما انت يا استاذ احمد مجاهد انت اللي قلت ليس كل ما يعرف يقال. يعني انت يعني جايين تعملوا ايه يا جماعه؟ جايين تعملوا ايه؟ والله ما لها حل غير انك تحطم وتدمر حمامك القديم. ملهاش حل. الناس دي ما ينفعش، مش هتنفع، والله ما تنفع. الناس دي انا اسف جدا عندها مشاكل كتير جدا. ويطلع كمان كلام كبير جدا، انا مش عايز اتكلم يا استاذ احمد موسى، انا مستلم الاتحاد ما فيهوش ولا دولار، عشان كده ما قدرتش اجدد الكروش فرحت لايه؟ هات لنا المصري ابو الجنيه. طب يا عم ايه اللي بتقوله ده؟ قال والله ده في 600 مليون عجز. فين وزاره الشباب؟ حققوا في الكلام ده يا اخوانا. 600 مليون عجز في ميزانية الاتحاد، الكلام ده ما يعديش كده، الكلام ده يوصل للنيابة العامة، ده اموال دولة. والاغرب الاغرب بقى اللي هو الكوميديا خالص بقى، اللي هو ايهاب جلال مسافر وهو يعني اقلوه. لا ده انا ما اقلتوش. ليه ما اقلتوش؟ لا ده انا بقول بنجهز بديل. ليه بتجهز بديل؟ اصل لو اتغلب من كوريا هيمشي. اسرع مدير فني في مصر، شفت انت علي معلول اسرع ديليفري في مصر؟ اسرع مدير فني لمنتخب مصر، 15 يوم ويمشي. اللي هو ايه؟ طب انا قلت امبارح في الاهلي خط احمر، يعني ايه؟ انا لو من ايهاب جلال كنت هقدم استقالتي، وده اللي حصل من وكيله تامر النحاس، ان هو حاول يتواصل بيه لما سمع المكالمه، كان مش عايز ما تسافرش، سيب الفرقه تسافر لوحدها، بس كان ركب الطياره، ركب الطياره وشرخ. طيب انا قعدت افكر، طب هو لو قدم استقالته زي ما انا قلت هيدفعوا الشرط الجزائي؟ والله يعملوه.
والله يبقى الراجل لسه ما قبضش بس بيدفع شرط جزائي. يا جماعه اللي بيحصل ده انا اسف جدا، ما هغلط والله هغلط، ما يطلعش من مجموعه انا اسف جدا كشافه في المدرسه الابتدائيه. لو جبت مجموعه كده للكشافه، عارفين كشافه زمان كده، قلت لهم تعالوا اديروا الاتحاد المصري لكره القدم، مش هيقعوا في الاخطاء دي، وعايزيننا نقبل اعتذارات. واعتقد كان رد الكابتن محمود خطيب في المؤتمر واضح، اعتذارات ايه؟ مفيش كلام ده، احنا بنحترم بعض في لوائح وقوانين. وده بيجرنا لفكره اي اعتذار حد بيفكر فيه او بيسوق اليه او بيتكلم فيه مش هيحصل. فده الحاله، ايهاب جلال طاير كبش فدا. وانا كنت ضد اختيار ايهاب جلال، من وجهه نظري شخصيته لا تناسب المنتخب، وراجل محترم جدا وبحبه على المستوى الشخصي، لكن هيطير كبش فدا كده ونسكت؟ يعني راجل يطير كبش كده، كبش فدا كده ويسكت زي حسام البدري كده اللي الدنيا هاجت عليه مره واحده في يوم عشان يتعادل مع انجولا في انجولا، بعد ما كان مغلوب واحد وكان مطرود منه واحد وقدر يتعادل وما اتغلبش ولا ماتش ومشي، جه ومشي. فإيهاب جلال بقى مساء الخير، الباب يضرب في وشه، صباح الخير طلع بره. يا جماعه اللي احنا فيه ده والله العظيم قمه العبث. نتمنى التوفيق للنادي الاهلي النهارده في مباراه كاس مصر. انا ما بتفائلش بمباراه كاس مصر وبخاف منها وبقلق من المفاجآت. المباراه دي مباراه لعيبه، المباراه دي مباراه لعيبه، لعبوا بجديه ويتوقعوا اي شيء، وان شاء الله ربنا يكرمنا ونفوز بالمباراه، وبعد كده نتكلم عن باقي الاحداث الكتير جدا جدا اللي عايزه فيديوهات كتير جدا. اشوفكم على خير، والاهلي دايما منتصرا، الاهلي فوق الجميع.